إنه اليوم الخامس على وقوف هذه المرأة أمام الرأي العام رافعة صوتها بالمطالبة بإظهار الحق وعدم تسويف مطلبها الوحيد القاضي بكشف أسماء القتلة والمجرمين المتورطين بتصفية الناشطين المدنيين ومن ضمنهم ابنها الشهيد إيهاب الوزني. حكيت قلت لهم باب المحافظة حكيت وهنا هم حكيت هاي لازم تضامن كل يتشن والداعن بدم ولتشن لازم كل العراق كل اللي مات ابنها لازم توقف تضامن وياي ما يصير عفتي ابنك وذيك عفت ابنها وهاي عفت لما صنطة خلو ظلوا يكتلون بالعالم. كما أن هناك اليوم حملة تضامنية من أمهات الشهداء مع والدة أم الشهيد إيهاب الوزني، هذه الحملة ستتسع إن شاء الله ولن تتوقف إلا بكشف القتلة والمجرمين. الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها هذه المرأة أمام محكمة كربلاء دفعت أمهات الشهداء في العراق لكسر صمتهن والخروج بوقفات تأييد ومساندة. مراقبون وناشطون مدنيون اعتبروا ما يحصل بداية لثورة تقودها أمهات الشهداء بوجه القتلة والمجرمين. كناشطين في الحراك الشعبي وكمتظاهرين مع خطوات أمهات الشهداء وخصوصا والدة الشهيد الأخ القائد إيهاب أجواد الوزني من أجل كشف قتلة المتظاهرين. أكثر من 800 شهيد في ثورة تشرين راحوا ضحايا، أمهات هؤلاء الشهداء ماذا لو حاصروا المنطقة الخضراء وضغطوا على الحكومة التنفيذية والتشريعية وضيقوا الخناق على القتلة، كيف ستتعامل الحكومة التنفيذية مع مطالب هذا العدد الكبير من الأمهات؟ وبالرغم من التعاطف الكبير الذي حصلت عليه أم إيهاب في بداية قضيتها إلا أن ما حصل يوم أمس بدءا من زيارة جنين بلاسخرت إلى منزلها وانتهاءا بحملة التضامن الكبيرة من قبل أمهات الشهداء ضاعف الاهتمام المحلي والدولي بقضية أم إيهاب، الأمر الذي ينبئ بتطورات كبيرة في الأيام القادمة. عيسى كاظم، قناة الفلوجة.